مرحبا بكم معي في قناتي قناه لطيفه. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم البقوله، وهنايا غنحتاج البقوله من بعد ما نقيتها وغسلتها مزيان وقطعتها وغسلت حتى الربيع ديال النبته ديال الباربه حتى هو وقطعته، كيعجبني نبقلو حتى هو معاها. يمكن ليكم تكتفيوا عب البقوله اي الخبيزه. ودابا غنمروا باش نحضروا البقوله ديالنا في الكوكوط. كناخذ كوكوط وكنوضع فيها البقوله مقطعه، ودابا غنضيف الربيع وواحد الخمسة ديال الفصوص ديال الثوم فوق البقولة، واحد المزود ديال الحار، ونضيف كأس ديال الماء. ودابا غنسد على الكوكوط، نسد عليها ونوضعها فوق النار حتى تبدا تصفر، ونقص عليها النار، نخلي النار مهيله ونخليها تطيب واحد 10 دقائق او ربع ساعه، المهم على حسب حتى تطيب ليكم، حيت هي طريه دغيا كطيب. ونرجع معاكم. ودابا بعد ما طابت لينا البقوله تقريبا خدات في الوقت شي 10 دقائق هكا، ها انتما كيف ما كتشوفوا فهي طايبه. ودابا غنمروا باش نشرملوها. ودابا وضعت المقله فوق النار، وغنحتاج هنا زيت زيتون، زيت جديد، ونضيف عليه واحد الملعقة ديال الكركم صغيرة، الخرقوم، ونضيف ملعقة كمون صغيرة، ونضيف الهريسة، على حسب الذوق. ونضيف البقولة اللي طيبنا، ونخلطوا البقوله ديالنا مزيان مع هاد التوابل، ونخليوها تشحر شويه مع التوابل اللي حطينا. بصراحه هاد البقوله بهاد الطريقه كتجي زوينه ولذيذه بزاف، غير جربوها. فهذه هي وقت البقوله، فالبقوله ليها منافع كثيره لينا ولوليداتنا. ودابا نضيف الزيتون والبقوله ديالنا صافي وجدات. نمروا باش نقدموها. البقوله ديالنا هي هذه من بعد ما قدمتها، هذا هو الشكل ديالها النهائي ورائحتها شهية. الصراحه كتجي لذيذه بزاف، فجربوها بصحتكم وراحتكم. في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء باذن الله.